السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شوف موضوع ازاي يتحكم في موضوع الفيزابيلتي في البلوك ديناميك. خلينا نكتب بي اديت اللي هي بلوك ديناميك بلوك اديت، وبعد كده هاجي هنا اقول له انا عايز اضيف بارامتر خاص بالفيزابيلتي. تمام، لاحظ هنا الفيزابيلتي مش شغاله معايا، فاول ما احط ديت هتبدا تشتغل معايا. فاقول له فيزابيلتي ستاتس، هو عامل واحده بس، فاقول له ايه خلي واحده كمان، يعمل واحده كمان. تمام، بقى عندي ثلاثة فيزيبيلتي. فهاجي على دي ادوس عليها مرتين او اقول سيت كرنت، فتبقى دي اللي موجودة حاليا. فاللي موجودة حاليا دي اعمل سيلكت مثلا. تمام، هي دي كلهم قطعة واحدة ماشي. فهقول له دلوقتي ايه فجرها لي بحيث تبقى كذا قطعة، اعلم على الجزء ده والجزء ده، وهقول له دول انا عايز اعمل لهم هايت. تمام، فيبقى في فيزيبيلتي 1 دي ودي هتختفي. واجي دلوقتي اقول له ايه فيزابيلتي 2. تمام، هقول له زيرهم كلهم، اقول له الجزء ده والجزء ده انا عايزهم يظهروا في فيزابيلتي 2، وهنا في فيزابيلتي 0. اوكي، هقول له انا عايز تظهر لي ده وده، انتر. تمام، وهقول له كلوز بلوك اديتور، واقول له سيف. مجرد تعمل سيلكت هنا هتطلع لك القائمه دي، فتقول له انا عايز اختار فيزابيلتي 1، انا عايز اختار فيزابيلتي 2، تطلع بشكل ده. فده بيفيد لك، ممكن تكون مطلوب منك اكتر من شكل، فتعمل بلوكه واحده وتقدر تتحكم ايه اللي يظهر لك وايه اللي ما يظهر لكش في البلوكه دي.